بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 31. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ في هذه الآيات، الآية الأولى يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء من الله جل وعلا للمؤمنين، وهذا النداء فيه تشريف وتكريم للمؤمنين بصفة الإيمان، لأن المؤمنين هم أهل الامتثال. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمرهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى نهاهم وأمرهم، نهاهم عن شيء وأمرهم بشيء. وهذا دائما يأتي في القرآن، أنه بعد النداء يأتي أمر ونهي. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا مضطرد في كل النداءات التي جاءت في القرآن. فقوله تعالى: لا تقولوا راعنا، هذا نهي، نهي عن قول هذه الكلمة راعنا. وراعنا مأخوذة من المراعاة. لا تقولوا راعنا، لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا للرسول راعنا، لماذا؟ كلمة راعنا مأخوذة من المراعاة، أي راعي أحوالنا عندما يوجه إليهم الإرشادات ويعلمهم القرآن ويعلمهم الأحكام. يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يراعي أحوالهم، لأنهم قد لا يتحملون أو لا يستوعبون كل ما يلقى إليهم من الأوامر الشرعية، فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي أحوالهم حتى يستوعبوا ويحفظوا ما يقول لهم عليه الصلاة والسلام، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان كذلك، كان يراعي أحوال المؤمنين، وهو عليه الصلاة والسلام هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو عليه الصلاة والسلام أعظم المعلمين. ولكن قد يكون من الحاضرين عنده من لا يستطيع استيعاب كل ما يلقى إليه، لأن الناس ليسوا على مستوى واحد،
فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراعي أحوالهم ويراعي البطيئين منهم في الفهم والبطيئين منهم في الحفظ، هذا هو المقصود راعنا. لكن لما سمع اليهود هذه الكلمة التي يقولها الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم استغلوها لمعنى سيء، الصحابة صدونا بها معنى حسنا ومعنى صالحا، لا يقصدون بها سوءا وإنما يقصدون بها الخير، لكن اليهود عندهم لهذه الكلمة معنى آخر وهو الرعونة، أنها مأخوذة من الرعونة وهي الخفة والسفة، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا بمعنى أن الرسول فيه رعونة وفيه سفة، وفرحوا بذلك وصاروا يضحكون من هذه الكلمة لأنهم يقصدون بها معنى سيئا. فالله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة ليسدوا الطريق على اليهود وأن يستبدلوها بكلمة انظرنا، وقولوا انظرنا بدل ما تقولوا راعنا، فيستغل اليهود هذه الكلمة لأنها تحتمل معنى آخر غير ما يقصده الصحابة. الله جل وعلا أمرهم أن يقولوا بدلها كلمة لا تحتمل هذا المعنى السيء، وقولوا انظرنا، انظرنا أي انتظر بنا، انتظر بنا حتى نفهم ونحفظ، من الانتظار وهو التمهل، كما قال تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، أي انتظرونا، انتظرونا نقتبس من نوركم. قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله جل وعلا يوم القيامة. فانظرنا معناها انتظر بنا وتمهل معنا حتى نفهم ونحفظ عنك، هذا من حرصهم رضي الله عنهم على تلقي التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن لا يفوتهم شيء مما يقوله صلى الله عليه وسلم إلا وقد فهموه وحفظوه. هذه الكلمة انظرنا لا تحتمل ما يريده اليهود من المعنى السيء، وقولوا انظرنا، فهذا فيه سد الوسائل المفضية إلى المحذور. فإذا كانت الكلمة تفضي إلى محظور أي محرم فإنها تمنع، وإن كانت في أصلها جائزة. الشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم فإنه ينهى عنه سدا للوسيلة، سدا للطريق، وهذا كثير في الشريعة، يعني سد الوسائل التي تفضي إلى الحرام. من ذلك قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الله نهى المسلمين أن يسبوا آلهة المشركين، وإن كان سب آلهة المشركين أمر مشروع، ولكن إذا كان يفضي إلى محرم وإلى ضرر أعظم إنه ينهى عنه، يسب الله عدوا
بغير علم، فهذا فيه سد الوسائل. وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله لكن لا يصلي عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى عبادة الموتى، فنهى عن الصلاة عند القبور، مع أن الصلاة مشروعة لكن لا يصلى في هذا المكان لأنه يفضي إلى الشرك، بل يصلى في مكان ليس فيه قبور. هذا من سد الوسائل. الصلاة في ذاتها مشروعة ولكنها لا تفعل عند القبور، لأن هذا يفضي إلى عبادة القبور، فيظن العوام ويظن الناس أن هذا القبر يضر أو ينفع فيتقربون إليه، فسدا لباب الشرك نهى عن الصلاة عند القبور. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، فنهي المسلمون أن يصلوا في هذا الوقت سدا لوسيلة الشرك. وهذا كثير في الشريعة، سد الوسائل التي تفضي إلى الحرام، ومنها هذه الآية: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذا كانت كلمة راعنا تفضي إلى معنى محذور فاتركوها وأتوا بكلمة لا تحتمل غير الخير، قولوا انظرنا. وفي الآية أيضا أن من نهى عن شيء فإنه يأتي بالبديل الصالح، إذا نهى عن شيء لمحذور فيه أنه يأتي بالبديل الصالح بدله، فالله لما نهى عن قول انظرنا أتى بالبديل، لما نهى عن قول راعنا أتى بالبديل الصالح وهو انظرنا. وهذه مسألة عظيمة من أصول الشريعة، سد الوسائل التي تفضي إلى الحرام، وأن من نهى عن شيء لفساده وهناك بديل صالح عنه فإنه يأتي بالبديل ويذكر البديل وقول انظرنا. ثم قال جل وعلا: واسمعوا، اسمعوا ما يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، استمعوا إليه، ما يقوله لكم من القرآن وما يقوله لكم من السنة، استمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حث على التعلم وعلى تلقي القرآن، تلقي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقي الأحكام الشرعية. وطريقة التلقي هي السماع، استمعوا إلى المعلم الذي يعلمكم الخير وينهاكم عن الشر. وأيضا لا يكفي أن الإنسان يسمع، ولكن يعمل بما يسمع. معنى قوله واسمعوا المراد السماع الذي معه عمل، مثل قوله تعالى: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، سمع معه طاعة، معه عمل تنفيذ. فإذا سمعت حكما شرعيا من كتاب الله أو من سنة رسول الله فإنك تعمل به، ولا يكفي السماع بدون عمل، لأن من يسمع ولا يعمل ففيه شبه من الذين قال الله فيهم: قالوا سمعنا وعصينا. فالمسلم يسمع الخير ويتلقى الخير والتعليم ثم يعمل به، لأن العلم يراد به العمل،
أو يراد به العلم لمجرد العلم فقط، بل العلم يراد به العمل. فقوله جل وعلا واسمعوا، هذا حث على التعلم، حث على سماع القرآن، سماع السنة، وسماع الأحكام الشرعية، سماع الوعظ والإرشاد والتذكير، كله يدخل في قوله تعالى واسمعوا. لأن الإنسان لا يعرف الخير إلا إذا سمع، إذا استمع وحضر وحفظ تلقى، هو المقصود. ثم قال سبحانه وللكافرين عذاب، وللكافرين عذاب أليم. هذا وعيد، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقالة اليهود راعنا يريدون بها تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كفر بالله، فمن تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. لو أن أحدا سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه أو استهزأ به فإنه يرتد عن دين الإسلام. فالاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تنقصه ردة عن الإسلام، من نواقض الإسلام، كما قال سبحانه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فمن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعونة أو وصفه بصفات النقص أو سخر منه أو من سنته عليه الصلاة والسلام فإنه يرتد عن دين الإسلام، ومن ارتد عن دين الإسلام صار كافرا. فماذا بعد الحق إلا الضلال، صار كافرا. وللكافرين عذاب أليم، مؤلم موجع، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لمن يتنقص الرسول أو يتنقص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتنقص المسلمين، أن له عذاب أليم عند الله سبحانه. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا ما يبطنه الكفار للمسلمين. اليهود ما قالوا هذه الكلمة من فراغ، ما قالوا للرسول راعنا أو راعنا بالتنوين، ما قالوا هذا إلا من كفر عندهم وبغض للرسول صلى الله عليه وسلم. بين الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. بين سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ما يبطنه لهم الكفار من العداوة المتأصلة والحسد، الحسد الكثير للمسلمين. أبغض شيء على الكفار المسلمون، أبغض شيء عند الكفار هم المسلمون، وهذا معروف وواقع في كل زمان ومكان أن الكفار يبغضون المسلمين بغضا شديدا ويحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله. بل ما يودون أن ينزل الله من فضله عليهم شيئا، يريدون أن الله يمنع فضله عن المسلمين بتاتا، ما ينزل عليهم من شيء من الفضل. ولو كان الأمر بأيديهم ما وصل إلى المسلمين شيء من الخير أبدا، ولقطعوا عنهم كل خير بسبب الحسد الذي يغلي
في قلوبهم ما يود الذين كفروا ما يرغبون ولا يحبون أن ينزل عليكم أيها المؤمنون أن ينزل من الله جل وعلا ينزل لأن الله جل وعلا في العلو والذي يأتي من عنده ينزل على العباد أن ينزل عليكم من خير من خير أي خير ولو كان قليلا ما يريدون أنه يصل إلى المسلمين أي خير يريدون أن يقطعوا عنهم مدد السماء ويقطعوا عنهم الصلة مع الله سبحانه وتعالى هذا ما يريده الكفار للمسلمين في كل زمان وفي كل مكان سواء كانوا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى أو كانوا من المشركين الوثنيين الذين ليس عندهم كتاب فالكفر ملة واحدة كل الكفار عن بكرة أبيهم سواء كانوا كتابيين أو كانوا وثنيين وأميين كلهم يضمرون الحقد والعداوة والبغضاء للمسلمين وليس هذا في وقت نزول القرآن فقط بل هذا مستمر إلى يوم القيامة ولهذا قال ما يود يعني هذا في المستقبل ما يود الذين كفروا بالله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل ليسوا كلهم كفارا منهم المؤمنون الذين يحبون المسلمين كما قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كما قال سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب كما قال سبحانه وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين فهناك من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل فالذين آمنوا بالرسل وبالكتب منهم وعاشوا على ذلك وماتوا عليه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء مؤمنون لهم أجرهم عند ربهم والذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به هؤلاء لهم أجران أجر الإيمان بالأنبياء السابقين وأجر الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله هذا خطاب لأهل الكتاب يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ولهذا لم يعمم أهل الكتاب بل قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب كفروا من أهل الكتاب أما الذين آمنوا فهم إخواننا الذين آمنوا منهم واستقاموا على دين الله هم إخواننا المؤمنون إخوة في كل زمان وفي كل مكان من أول الخليقة إلى آخرها المؤمنون إخوة
من جميع الأمم. المؤمنون إخوة، وإنما هذا الوعيد وهذا الذم يتوجه إلى أهل الكتاب الذين كفروا بالله عز وجل، الذين كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، والذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أهل الكتاب لكنهم كفار، وإن كانوا أهل الكتاب فهم كفار، لأنهم لم يؤمنوا بالكتاب الذي معهم، حرفوا وبدلوا وغيروا وكفروا بالرسولين عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. فهؤلاء هم الذين يتوجه إليهم الذم، وقرنهم الله مع المشركين مع الوثنيين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. المشركون جمع مشرك، وهو الذي يعبد الله ويعبد غيره، هذا هو المشرك. الذي يعبد الله ويعبد غيره هذا هو المشرك. وأما الذي لا يعبد إلا الله عز وجل فهذا هو الموحد. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يحبون أنه ينزل عليكم شيء من الله من الخير أبدا، لا من الرزق ولا من الوحي ولا من العلم ولا من الإيمان. ما يحبون أنه ينزل عليكم شيء من الله، ولو استطاعوا أنهم يقطعون المدد من الله النازل عليكم لقطعوه، ولكن الحمد لله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الحمد لله إنهم ما يستطيعون أن يمنعوا عنا فضل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله أن هذا يحرق أكبادهم ويفتت أكبادهم من الحسد إذا رأوا تنزل الخير على المسلمين، يتعذبون. وهذا شأن الحاسد، الحاسد يقتل نفسه. ولهذا يقول الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحاسد إنما يقتل نفسه ولا يضر المحسود أبدا، ما يضر المحسود. ومن كون الكفار والمشركين، من كون الكفار من أهل الكتاب والمشركين ما يودون أن ينزل خير على المسلمين، أعظم ما نزل على المسلمين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم نعمة على المسلمين. لقد من الله على المؤمنين إذ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعظم نعمة أنعم الله بها على العرب خصوصا وعلى المسلمين عموما هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هم لا يريدون هذا، يبغضون بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من العرب، يريدون أن يكون الأنبياء منهم حسدا، يريدون أن يكون الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، ولا يريدون أن يكون في ذرية إسماعيل أحد من الأنبياء. ولكن هذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. فالله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وجعله خاتم النبيين، وجعله أفضل الأنبياء والمرسلين، وجعل شريعته أفضل الشرائع وأكمل الشرائع. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا هو الذي غاض اليهود وغاض النصارى
وغاض المشركين في بقاع الأرض، ولا يزال لا يزال الكفار بجميع أجناسهم يبيتون هذا الحقد في أنفسهم، ولا يودون أن المسلمين ينالهم فضل الله جل وعلا. هذا شأنهم دائما وأبدا، ليس هذا في زمان مضى وأمة مضت، وإنما هذا مستمر إلى يوم القيامة. فلهذا الكفار دائما باختلاف مللهم ينصبون العداوة للمسلمين، ويخططون الخطط للنيل من المسلمين، ويخططون المخططات لإفشال المسلمين، وأن لا يكون لهم سلطة في الأرض. ولكن يأبى الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلم يستطيعوا، والحمد لله، رغم ما يعملون من المكايد ومن الخطط ومن التضليل ومن الدس، لم يستطيعوا أن يغيروا هذا الإسلام، ولا أن قد يضرون بعض المسلمين، وقد يرتد بعض المسلمين معهم وينحرف معهم، لكن الإسلام نفسه هذا أبدا ما يضرونه بشيء، لأن الله قد حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. هذا فيه التحذير من الكفار، تحذير المؤمنين من الكفار، وأن لا يثقوا بهم أبدا، ولا يحسنوا الظن بهم أبدا، مهما أظهروا من المودة، ومهما أظهروا من المسالمة، ومهما أظهروا من التقرب إلى المسلمين، أهم كذبة يبيتون الشر ويدسون الدسائس ضد المسلمين، ويريدون الشر للمسلمين بكل أنواعه، يريدون أن المسلمين ينحرفون عن دينهم، يريدون أن المسلمين يكونون تحت سلطتهم، يريدون أن المسلمين يكونون مستضعفين تحت أيديهم. هذا دائما وأبدا. ولكن المسلمين إذا اعتصموا بالله وقاموا بهذا الدين، فإن الله يجعل لهم السلطة على أهل الأرض، كما حصل هذا في سلفنا الصالح لما قاموا بهذا الدين واعتصموا بالله، فتحوا البلاد وأسقطوا الدول الكبرى في عهدهم، وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، واندحرت مكايد الكفار الذين ما يودون أن ينزل على المؤمنين من خير من ربه. فهذا فيه التحذير للمسلمين ألا ينخدعوا بمكايد الكفار، وألا ينخدعوا بتملق الكفار لهم والتصنع لهم، بل يكونون على حذر دائما وأبدا، وأن يعتقدوا اعتقادا جازما أن الكفار لا يريدون لهم الخير. فإذا ما أخذ المسلمون بهذه العقيدة فلن يضرهم الكفار. إذا اعتبروا الكفار أعداء لهم دائما فلن يضروهم، لكن المشكل إذا اعتقدوهم أصدقاء، واعتقدوهم أنهم أحباب، وأنهم تقاربوا معهم، صدقوهم فيما يقولون، هنا تأتي الكارثة، هنا تأتي الكارثة والعقوبة من الله سبحانه وتعالى.
ثم قال سبحانه: والله يختص برحمته من يشاء. هذا فيه تيئيس، فيه تيئيس للكفار من أهل الكتاب ومن المشركين، تيئيس لهم في أنهم يمنعون فضل الله عمن يريد الله جل وعلا أن يتفضل عليه. والله يختص برحمته من يشاء، ليس لهم من الأمر شيء، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى، فمن أراد الله له خيرا فلا بد أن يصل إليه، مهما حسده الحسدة ومهما كاد له الكائدون فلن يستطيعوا أن يمنعوا فضل الله الذي خصه به. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فهذا يوجب على المسلمين أن يتوكلوا على الله، وأن يتقوا الله، وأن يعتصموا بالله، وأن لا يثقوا من الكفار، وأن لا يحسنوا الظن بهم، وأن لا ينخدعوا بنفاقهم وتملقهم مع المسلمين، بل يعتبرونهم أعداء لهم، والعدو لا يريد لك الخير، لكن إذا عجز عن مضرتك فإنه يصانعك ويتملق لك، وإذا تمكن من مضرتك فإنه يبادر بالمضر. هذه طريقة العدو، فيجب على المسلمين أن يعتبروا الكفار مطلقا، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، أن يعتبروهم عدوا لهم، وأن يأخذوا حذرهم منهم، وأن لا يثقوا بوعودهم ومواعيدهم وتملقهم ونفاقهم، وأن لا يحسنوا الظن بهم أبدا. هذا هو الواجب، هذا هو الذي ذكره الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء، ليس لأحد تدبير مع الله سبحانه وتعالى، الفضل بيد الله، وما دام الفضل بيد الله فعلق قلبك بالله، فلا تخف الناس ولا تطلب من الناس، ولكن اطلب من لا تطلب من عدوك، ولكن اطلب من الله سبحانه وتعالى الذي بيده الفضل. اختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ترغيب، ترغيب للمؤمنين أن يسألوا الله من فضله، لأن خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى، فضله عظيم، خزائنه ملأى، ففيه الترغيب في التعلق بالله عز وجل، والإعراض عن الكفار والإعراض عن المشركين، وعدم رجائهم وحسن الظن بهم، وإنما يتعلق المسلم بربه ويسأل منه الفضل، لأنه سبحانه ذو الفضل العظيم، ولا أحد يستطيع أن يمنع فضل الله سبحانه وتعالى عمن أراده الله أبدا. والله ذو الفضل العظيم. فالواجب على المسلمين أن يعتصموا بالله عز وجل. ويؤخذ أيضا من الآية الأولى، وهي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يؤخذ منها تحريم التشبه بالكفار في الألفاظ، تشبه بهم في الألفاظ. إذا كان الكفار يقولون راعنا، فيجب على المسلمين أن يقولوا
انظرنا، ولا يتلفظ بلفظ الكفار والتشبه بهم في الأفعال، لا يتشبهون بهم في أفعالهم ولا في عباداتهم، وهذا حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر منه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا تشبهوا بالنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لا تشبهوا بالأعاجم، نهى عن التشبه بالكفار بجميع أنواع التشبه، وذلك لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، لو كان لا يحبهم لم يتشبه بهم. أنت إذا كنت تبغض شخصا إنك لا تتشبه به، تبغضه، وإذا كنت تحب شخصا فإنك تتشبه به، فالتشبه بالكفار يدل على محبتهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي الآية أيضا فيها تجنب الألفاظ الموهمة والإتيان بالألفاظ الواضحة، الإنسان إذا تكلم يتجنب الألفاظ الموهمة التي تحتمل الخير وتحتمل الشر، يتركها، يأتي بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الخير، ويكون كلامه واضحا لا يكون فيه التباس ويكون فيه غموض، بل يكون كلامه واضحا صريحا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. تجنبوا الألفاظ التي فيها دس أو فيها احتمال للشر، واستعملوا بدلها الألفاظ الواضحة الصريحة التي لا تحتمل إلا الخير. هذا ما أو بعض ما تدل عليه هاتان الآيتان الكريمتان، ونترك الكلام على بقية الآيات للدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونستمع إلى ما يرد من أسئلة. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وفي علمكم. يقول السائل: هل زوج البدل حرام إذا كان فيه مهر؟ زواج البدل على ما يسمى بالشغار، الشغار جاء في الحديث النهي عن زواج الشغار، والشغار أن تجعل المرأة بدل المرأة، وليس هناك صداق، تجعل امرأة بديل امرأة، يزوجه بنته على أن الآخر يزوجه بنته وليس بينهما مهر، هذا شغار بإجماع أهل العلم، وهو نكاح باطل، نكاح باطل، لأنه فيه مضرة على النساء، وأن تزوج المرأة بمن لا تريده وليس هو من مصلحتها، من أجل أن يحصل هو على الزوجة من الآخر. فالمراعى في هذا مصلحة الولي فقط، وليس فيه نظر إلى مصلحة المرأة، فهو ظلم للمرأة. فإذا كان بدل امرأة بدل امرأة وليس فيه مهر، فإن هذا شغار بإجماع أهل العلم، وهو نكاح باطل، والوطء به حرام. أما إذا كان هناك مهر، كل امرأة لها مهر، امرأة بدل امرأة ولكن كل واحدة لها مهر، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فمنهم من يعتبره شغارا مثل الأول ولا يصح باطل، ومنهم من يعتبره نكاحا صحيحا، لأنه ما دام فيه مهر فهذا لا ليس فيه ظلم للمرأة، أعطيت حقها وأعطيت المهر، ليس فيه ظلم لها، يكون صحيحا، لكن الرأي الأول هو الراجح.
أنه شغار ولو كان فيه مهر، لأن المهر يتخذ حيلة، ولا تعطى المرأة كامل الحرية في الاختيار، ففيه ظلم للمرأة ولو كان فيه مهر. الصحيح أنه شغار، والواجب تجنب هذا والابتعاد عنه. نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى التعدي في الوضوء؟ التعدي في الوضوء هو الزيادة عن المشروع، التعدي في الوضوء هو الزيادة عن الوضوء المشروع. العبادات كلها الواجب أن يأتي بها الإنسان على الصفة الشرعية من غير غلو غير إفراط ومن غير تفريط، لا يقصر فيها ولا يزيد فيها. الوضوء مثلا التعدي فيه إن الإنسان يزيد في الغسلات على ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالواجب غسل الأعضاء مرة مرة، هذا الواجب والفرض، وإذا زاد غسلتين أو ثلاث هذا أيضا طيب، أما إذا زاد على الثلاث فهذا تعدي وهذا غلو ولا يجوز. الفرض واحدة والثنتين فضيلة والثلاث سنة، وأما الرابعة فهي بدعة، هذا تعدي. فلا يسرف الإنسان في الغسل، في غسل الأعضاء، ويزيد ويقول هذا زيادة خير، لا، الخير فيما شرعه الله ورسوله. وكذلك من التعدي في الوضوء الإسراف في الماء، الإسراف في الماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد ربع الصاع، وكان يغتسل بالصاع أربعة أمداد، وهو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام، أكمل الخلق طهارة، يتوضأ بالمد وهو ربع الصاع ويغتسل بالصاع، فإذا زاد عن ذلك هذا إسراف وتعدي في الوضوء. نعم. يقول السائل: أعطاني أحد أقاربي مبلغا من المال وقال أعطه إلى المحتاجين، ولي أخ محتاج، هل أعطيه هذا المبلغ أم أنه لا يجوز؟ إذا كان أخوك محتاجا ينطبق عليه الوصف الذي أراده صاحب الصدقة فأعطه منه، أعطه من هذا المال، لأنه ينطبق عليه الوصف الذي أراده صاحب الصدقة. نعم. يقول السائل: لدي أموال من ريع وقف، لكن لا يجوز لك أنك تعطي ابنك، ما تعطي ابنك ولا تعطي بنتك ولا تعطي زوجك من هذا المال، من لا تقبل شهادتك له إنك لا تعطيه منه، أما من تقبل شهادتك له فإنك تعطيه، مثل أخوك تقبل شهادتك له وعليه تعطيه إذا كان فقيرا. نعم. يقول السائل: لدي أموال من ريع وقف وأنا ناظره، والوقف يريد إصلاحا ولا يكفي هذا المال، فهل أوزعه على المستحقين أم أصلح به الوقف؟ تصلح به الوقف بقدره، تصلح به الوقف بقدره، ولو كان قليلا صلح منه الوقف على قدره، وإن رصدت من الغلة رصدت ما يكفي لإصلاح الوقف هذا واجب. لا تعطي أحدا شيئا حتى اجمع كل ما يغله الوقف، اجمعه وارصده ثم أصلح به الوقف، ثم بعد ذلك تعطي أصحاب الوقف إذا بقي شيء أو أغل شيء بعد العمارة، العمارة مقدمة. نعم. يقول السائل: امرأة أوقدت نارا لإعداد الطعام وكان لديها ولد، فغفلت عنه وهو بجانب النار فأخذ يلعب بالنار فاحترق ومات الطفل، فهل على المرأة شيء؟ إذا تركته عند النار وذهبت وصار يلعب بالنار واحترق فهي مفرطة،
تكون عليها كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد إنها تصوم شهرين متتابعين. أما إذا كانت عند الطفل وتراعيه، ولكن قدر أن الطفل ألقى نفسه في النار وهي عنده ما أمداها ولا تمكنت من منعه، هذه غير مفرطة، ليس عليها شيء. أما إذا كانت تركته عند النار وذهبت ولم تبعده عنها واحترق، فهي تكون مفرطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وإن ماتت المرأة هل على أولادها شيء؟ إذا ماتت المرأة إن كان لها تركة فيخرج من تركتها مقدار الكفارة، أما إذا لم يكن لها تركة وأراد أحد من أقاربها أن يصوم عنها فلا بأس، هذا شيء طيب. نعم. يقول السائل، ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ الوداع للحج فقط، الوداع إنما يجب في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحجاج، أمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ونهى أن ينفر أحد حتى يطوف بالبيت، هذا في الحج. أما العمرة فلم يرد فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المعتمرين أن يطوفوا للوداع، لكن من طافها من باب الاحتياط فلا بأس، أما الوجوب فلا يجب في العمرة طواف وداع. نعم. يقول السائل، إن الإسبال في الإزار يقول بعضهم إذا كان نصف الساق فهو من لباس الشهرة، فما صحة هذا الكلام؟ لباس المسلم ما بين نصف الساق إلى الكعب، هذا لباس المسلم، والإنسان يتبع عرف أهل البلد، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب يلبس مثلهم إلى الكعب، الإزار وفي الثوب السروال والبشت يلبس إلى الكعب، إذا كانوا يلبسون إلى الكعب هو ما يخالفهم لأنهم على سنة، لا ينفرد عنهم ويصير شهرة بينهم ويستنقذونه، لأنهم على سنة، ما داموا ما أسبلوا عن الكعب فهم على سنة، فهو يلبس مثلهم. وإن كانوا يلبسون، أهل البلد يلبسون إلى نصف الساق، فإنه يلبس مثلهم، لأن هذا كله سنة، من نصف الساق إلى الكعب كله سنة، ولا الإنسان يتبع أهل البلد في عملهم بالسنة ولا يخالفهم، يصير محل تندر بينهم، محل شهرة بينهم. أما ما نزل عن الكعب فهو الإسبال المحرم. نعم. يقول السائل، ما حكم تشبيك الأصابع في المسجد قبل الصلاة؟ لا يجوز، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يجوز أن يشبك بين أصابعه، لأنه في صلاة، الذي ينتظر الصلاة في صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشبك بين أصابعه لا داخل الصلاة ولا قبلها إذا كان ينتظرها. نعم. يقول السائل، هل من نصيحة توجهونها للذين يستعدون للاحتفال بالمولد النبوي؟ ننصحهم أن يتقوا الله وأن يتركوا البدع، هذا بدعة، الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، كيف بدعة؟ البدعة ما هي يا عباد الله؟ البدعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبقوله، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن ذلك المولد، لم يفعله الرسول ولا أمر به ولا فعله الصحابة، خصوصا الخلفاء الراشدون ما فعلوه، ولا القرون المفضلة الأربعة التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، أدل على أنه بدعة، لأنه ما حدث إلا بعد القرون المفضلة، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويدخل في قوله، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
فنوصي المسلمين أن يتركوا هذه البدعة، لأنها شر، البدع شر وليس فيها خير، كل بدعة ضلالة، البدعة ضلالة فهي شر. الذين يعملون هذا ويظنون أنهم يعملون خير، لا، يعملون ضلال. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قول الرسول، يقول ضلال، كل بدعة ضلالة، والمولد الاحتفال بالمولد بدعة فيكون ضلالة وليس خيرا. والمسلم يدور الخير ويبحث عن الخير، ولا يجامل ويقلد الناس وهم على غير دليل وعلى غير هدى. هذا هو الواجب على المسلمين، أن يحيوا السنن وأن يميتوا البدع، هذا هو الواجب على كل مسلم. نعم. يقول السائل: زوجتي وأولادي سوف يأتون لقضاء العطلة الصيفية وأنا مقيم في مكة، في حال إذا أرادوا العمرة من أين يكون إحرامهم، وهل يجب عليهم عند قدومهم مباشرة أو في أي وقت؟ إذا كانوا خارج مكة، إذا كانوا خارج مكة ويأتون للعمرة يحرمون من الميقات. إن كانوا وراء الميقات يمرون على أحد المواقيت يحرمون من الميقات الذي يمرون به، وإن كانوا دون المواقيت فإنهم يحرمون من بيوتهم، يحرمون من بيوتهم التي هي دون المواقيت. قوله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني من منزله. فإذا كانوا دون المواقيت وخارج الحرم، يعني بين المواقيت والحرم، فإنهم يحرمون من بيوتهم ومن بلدهم. أما إذا كانوا داخل الحرم، داخل الأميال، فهم يخرجون إلى الحل ويحرمون بالعمرة من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من عرفة، من الحل. نعم. فضيلة الشيخ، يلاحظ على الإخوة أو على بعض الإخوة عندما يقفون للصلاة خلف الإمام يترك بين كل واحد منهم فراغ مع أخيه، فهل من كلمة توجهونها في كيفية تسوية الصفوف كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تسوية الصفوف المراد به تعديل الصفوف، ما يكون فيها عوج، ما يكون فيه داخل وخارج، بل يكونون كلهم متساوين متحاذين في المناكب ومتحاذين في الأكعب، أكعب رجليهم تحاذية ومناكبهم متحاذية حتى يكون الصف معتدل.